المنتخب الوطني التونسي مقطوعة مغربية دائما. كرة أخيرة كانت اختيرة للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان. يمشي فيصل الفجر، فيصل الفجر يخرج الكرة للمنتخب المغربي. الكرة من يوسف الناصيري دائما للمنتخب المغربي. يتدخل من ياسين مريحش، يقول الحكم المصري ضربة المخالفة، مخالفة لعبد الإله الحفيدي أمامكم على الصورة. عبد الإله الحفيدي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي. الكرة الأخيرة بينه وبين ياسين مرياح مدافع اولمبياكوس اليوناني، وضربة المخالفة. هذه عادة مرة أخرى للقطة الأخيرة لنعيم السليتي اللي حاول من خلالها أنه ياخذ الكرة. والمخالفة فاروق بن مصطفى يوجه ملاعبيته، يوجه خاصة المدافعين الوقوف جيدا أمام خط منطقة الجزاء في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة. الكرة الثابتة تقريبا الأولى الخطيرة للمنتخب المغربي، لأنه تقريبا في كل المحاولات شفناه يمشي أكثر على الرواق الأيمن للهجوم. على الكرة موجود رقم 11 فيصل الفجر، أيضا 5 مهدي بن عطية، 4 ملاعبية على كرة المخالفة. استناول التنفيذ، على التنفيذ يقعد على التنفيذ فقط موجود مهدي بن عطية وايضا فيصل الفجر. ممكن يكون اللمسه او التصويبه من مهدي بن عطيه، وفاروق بن مصطفى ترجع الكره والهدف الاول، ترجع الكره والهدف الاول من يوسف الناصيري. يوسف الناصيري 41 دقيقه لعب، هفوه من دفاع المنتخب الوطني التونسي المره الاولى خلينا نقولها في المحاصره، وايضا في ارجاع الكره من فاروق بن مصطفى. 1-0 في 41 دقيقه لعب، يوسف الناصيري يفتتح النتيجة للمنتخب المغربي. هدف كان ضد مجرى اللعب، هذه الإعادة تصويبة فاروق بن مصطفى يرجع الكرة. وين خط الدفاع؟ وينهم المدافعين؟ مرة الأولى في تصويب الكرة من مهدي بن عطية، ثم يرجع الكرة من فاروق بن مصطفى في مكان خاطئ، وياسين مرياح يخلط روتار على الكرة الأخيرة والهدف الأول بهفوة دفاعية مرة أخرى. ممكن كرة وتصويبة كانت خارج الميدان حسب الصورة، هذه الإعادة وفاروق بن مصطفى رجعها. وين رجعها؟ قدام لاعب ما يرحمش، قدام لاعب يسجل بها الهدف الأول يوسف الناصيري. هذه الإعادة مرة أخرى وهدف عبد الرحمن، وقت اللي كنا نستناو في المنتخب الوطني التونسي باش يسجل جاء الهدف للمنتخب المغربي. صحيح التصوير.